مرحبا بحضراتكم مرة أخرى، وبجدد الترحاب بالدكتور إبراهيم صديق الرئيس التنفيذي لعمليات المجموعة الكومي جروب. دكتور إبراهيم في أثناء الفاصل قال لي كلمة، قال لي إحنا ما بنروحش للسهل، يعني إحنا بندور على الحاجة اللي يكون فيها ابتكار وتحدي علشان إحنا بنخلق نموذج جديد يبتدي من بعده الناس تكمل، وده حاجة جميلة جدا إن أنت تعمل تنمية. في نقطة توقفنا عندها عايز أتكلم فيها سريعا، احنا ربطنا هذا المشروع بالقطاع الزراعي، يعني المياه الناتجة عن هذه الأحواض هيتم استخدامها وايه المردود منها؟ يعني تمام، يعني انا بالنسبة زي ما قلت لحضرتك ال 550 حوض بيمثلوا حوالي 800 فدان من اصل ال 1500، ففي عندي 700 اللي هو الصناعات التكميلية اللي هو التكامل الخلفي او التكامل الامامي، في عندي بحيرة او متنزه طبيعي اللي هيبقى موجود، في عندي بعض الصناعات اللي هي هتدعم النشاط ده نفسه، وفي بعض الزراعات المفتوحه اللي هي الزراعات اللي هي تناسب المياه اللي خارجه. يعني احنا مش مجرد قرار، هي دي الفرق ما بين، يعني طبعا بكل الاحترام للشركات المنافسه في المنطقه، احنا بنتكلم على مجموعه الكومي، هي مجموعه الكومي يعني بتحاول تاخد الاسلوب العلمي، وانا عندي ميزانيه مخصصه لقسم الابحاث والتطوير. يعني انا بتكلم على الريسيرش والديفلوبمنت، انا عندي ميزانيه مخصصه. طبعا ده في حد ذاته برضو دي ترجع الى رؤيه الشركه عندنا، زي ما الدوله ليها رؤيه 2030، المهندس حاتم كومي رئيس مجلس الاداره عنده رؤيه خاصه بالمجموعه. انتم رؤيتكم التنفيذ لرؤيه او للتنميه المستدامه خطه الدوله 2030، يعني انتم عايزين تحققوا اهدافها التنميه المستدامه. طبعا وعاوزين نحققها ونعملها. واحنا احنا ليس الغرض المجموعه الكومي ان هي النجاح، قد يكون كل الناس تقول لك احنا اهم حاجه عندنا النجاح. هو النجاح اساسي. لا احنا مش بندور على النجاح، انا بندور على التميز. فده فرق يعني كبير. لا ده يبقى النجاح بجداره بقى، مش النجاح بجداره. يعني ده اللي انا عاوز اقوله، ان النجاح زي ما قلت لحضرتك انا ممكن انجح في اي مشروع، لكن التميز ده شيء تاني. التميز مش عايز الاستثمار السهل، مش عايز حاجه فيها سبب واحد، يعني قيمه مضافه علميه، يعني انا كده بضيف للعلم. طبعا المشروع ده برضو ليه ابعاد اخرى كتيره طبعا. يعني احنا لما بنيجي نتكلم بنقول ان مصر احنا عايشين على 4% من مساحه مصر، فلما تيجي تقول المهره وفي نموذج ايضا في الفرافره، فانت بتتكلم على اماكن كلها جديده وبكر. ابعاد هذا المشروع بخلاف الاستثمار؟ لا انا بتكلم طبعا، يعني انا لما بتكلم على الابعاد اللي موجوده، في بعد اقتصادي طبعا. اول حاجه في بعد اقتصادي، هم 6 ابعاد او 5 ابعاد اساسيه، منهم البعد الاقتصادي طبعا. اكيد ان انا المنتج في الاخر انا حضر يعني اتعامل معاه اقتصاديا في التسويق، وطبعا لازم اقول ان من النقط المميزه للمشروع اللي عندنا في التميز، انا بنتج منتج النهارده مش للتسويق المحلي. هتقولي طب ليه ما انا بنتج ليه وانا عندي استيراد؟ اقول لك لا، لان انا التسويق المحلي فيه عندي غيري اللي هو اخذ الطريق السهل، اللي هو هينتجه في حتت معينه ببيئه معينه فينتجه. اما احنا المنتج اللي عندي يعتبر منتج عضوي، عضو بمعنى ان انا ما عنديش اي ملوثات، ارض بكر، وبالتالي المنتج اللي عندي هيبقى ليه مواصفات عاليه تبع المعايير الجوده، بحيث ان انا ممكن اصدره، وبالتالي انا لو صدرت يعني برضو هيبقى يفيد الدولة اقتصاديا من ناحية موضوع العملة، موضوع توفير العملة، موضوع الاسم، ان انا ده بالاضافة لبعد اخر، انا منين بصدر؟ انا بصدر من مكان الناس جت قالت لي لا ده اللي هنا الظروف صعبة علينا شوية عشان ننتج، فاصبحت القيمة اللي موجودة بالنسبة للمياه بتنتج ما لهاش عائد انتاجي، فانا خدتها وظفتها في منتج اقدر ادعم بيه الاقتصاد القومي مثلا، صح؟ صحيح، وده اللي حاصل عندنا. البعد الثاني انا عندي بعد اجتماعي، عندي بعد تعليمي، بعد اقليمي، عندي اجتماعي. بعد دين. طبعا الاجتماعي طبعا، انت عند حضرتك التشغيل، يعني انا النهارده لما بجد فرص للخريجين، انا النهارده ال 1500 فدان بحوالي 550 حوض، لو حضرتك كل حوض ما بين 6 لـ 7 بيشتغلوا فيه، انا ممكن اوصل لعدد كبير جدا. وانا لما بتكلم على فرد، انا بتكلم على اسره، يعني انا لما بتكلم ان الحوض ممكن يبقى فيه عندي 3 أو 4 عمال متخصصين وموجودين للحوض الواحد، يبقى انا كده بتكلم على 3 أو 4 اسر. فطبعا ده بعد اجتماعي. البعد الاجتماعي تاني ان انا خلقت مجتمع عمراني جديد، انا اخذت الزحمه اللي موجوده والتكدس اللي في المدن الكبيره وفتحت، اصبحت في مدن جديده، ودي طبعا تماشين برضو مع رؤيه 2030 للقياده السياسيه، ان انا عاوز اعمل مجتمعات عمرانيه جديده، ولا بد من هذا الكلام، لان ده هيوجد فرصه كويسه جدا، خصوصا وان المغرى، وانا طبعا من المكان انا بشكر طبعا يعني شركه تنميه الريف المصري الجديد،
لان المشاريع اللي هناك مشاريع تكامليه فعلا بمعنى الكلمه، بمعنى ان اصبح المغرى هتجد فيها وحده صحيه، بتجد فيها مدرسه، بتجد فيها وحده صحيه، بتجد فيها احيانا ملاعب، بتجد فيها الخدمات يعني الاساسيه. شركه الريف المصري او شركه تنميه الريف المصري النهارده لما بتتعامل مع هذه المشاريع بتتعامل من خلال التنميه الشامله كمان طبعاً، يعني طبعاً. مش مجرد هي ارض وانت تشتغل بقى، لا لا ابدا، احنا في شراكه استراتيجيه، احنا يعني واخدين كل الدعم من تنميه الريف، وفي نفس الوقت تنميه الريف واخده الدعم الكامل من سياده الرئيس. فاصبح النهارده، ما هو النهارده التنميه المستدامه تحقيقها وتحقيق الامن الغذائي ده مش هيجي من الفرد، لازم يجي من القياده العليا اساسا والقياده السياسيه، بحيث ان هي اللي بتدعم الفكر ده لنفسنا. ودي طبعا لازم تكون فينا عندنا ايمان قوي ان احنا بالنجاح، وده اللي كان موجود عندنا في بيميز مجموعه الكومي، ان احنا بنؤمن ان التحديات وراها نجاح وتميز.